أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. And that Allah may test. يمحص أي يختبر أو ينقي purify the believers. المؤمنين. From sins, من ذنوبهم, and destroy the disbelievers, ويمحق ويدمر الكافرين, disbelievers. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. And that Allah may test or purify the believers from sins and destroy the disbelievers. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين المغفور لهم. May Allah make us of those believers whose sins are forgiven. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.